الله مع عمرو الليثي. عمرو الليثي انت كومبارس عمرو اديب. دكتور السيد البدوي اشترى حزب الوفد. بتكذب او بتضطر للكذب؟ رحت السويس اثناء الثوره، انس الفقي حبسك في مبنى ماسبيرو، السيد البدوي لا يستطيع الترشح رئيسا، السيد البدوي شارك في تصفيه جريده الدستور، نفسك تبقى رئيس الوفد، استوليت على بعض اراضي الخريجين. انا ما غيرش من حد في حياتي، انا اعترف لك على مراتك كذب. مرشح الرئاسه نيابه عن حزب الوفد، رامي عنده قلب طفل. بيقول الصدق ولا مش بيقول الصدق؟ انه زي ما اشترى حزب الوفد اشترى رامي لك. ممكن تكون في سلبيات للدكتور سيد بدوي. محمد شردي هو رجل سيد البدوي في حزب الوفد. حسني مبارك بيقول لك يعني بيحاول يرشيك يعني؟ خد مكان محمود سعد. فاكر حوار رامي لك معايا مظبوط؟ دكتور سيد البدوي باعكم لانس الفقي. سيد البدوي اجى قال لي روح لانس الفقي. توجد علاقه قويه بين البدوي والفقي. انا بفكرك بس بالكلام ده. في عقد شراكه ما بين الحياه. شوف انا بحب ابراهيم عيسى جدا. السيد البدوي قال لك روح ابقى انس الفقي. بس على راي السيد البدوي. قال هو انا رايح اشتري قفص فاضي؟ لا مع عمرو الليثي.